ازيك يا دي عجينه؟ احنا مش كبرنا بقى على الهزار التالم ده يا كباشا؟ انا كبرت لكن انت لا. احترم نفسك، انت واقف في النادي بتاعي، انت بتكلم رئيس نادي محترم. رئيس نادي محترم ازاي واسمك عجينه؟ طب وانت بقى بتعمل ايه في الدنيا دلوقتي يا عم كباشا؟ زفت زفت يا عجينه زفت. الحكومه مضايقاها علينا قوي، بس ما تقلقش على اخوك، انا لحمي مر. مر مش مر هتتاكل برضه. مين المغفل ده؟ ده الواد سيد اخويا، مش فاكره؟ مش فاكر لما كان بيجري في الحاره بالتيشيرت بس ويقعد يزق في الطوق كده؟ هو بس تلاقيه مش فاكرني عشان انا بدات البس بنطلونات من اولى ثانوي. ايه الذكريات المهببه اللي انتوا فرحانين بيها دي؟ عموما اهلا يا حماده. حماده؟ يا عم هو بيقول لكل الناس حماده، انت شايفه يعني بيناديلي باسمي؟ هو الغدا وصل ولا ايه؟ مين القمر؟ دي مراتي. اهلا يا حماده. حماده؟ هو بيقول لكل الناس حماده ما عدا فخر بيقول له عجينه. انت اسمك عجينه؟ انا اسمي فخر العرب. اسمك عجينه؟ لا فخر العرب. اسكت. بقول لك يا سيد ده شكله تيستي قوي. بس خلي بالك عشان هو لسه من شويه بيقول ان اللحمه مر. مش مشكله، شويه هاني ماسترد وهيبقى زي الفل. هاني ايه؟ استنى بس هروح السوبر ماركت اجيب شويه حاجات واجيب فوار عشان شكل الوجبه دسم قوي. باي باي يا قمر. مراتك هتاكلني بعينيها. يا ريت بعينيها بس. يلا. طب ممكن نخش جوه بس عشان ما نتشمش اكتر من كده ونشوف جوه هتاكلك بايه غير عينيها. يلا بينا. مين قاعده تحلو؟ دورت يا عم كباشا. خش. اسكت. الله 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 الله، ده ايه النادي العجيب ده؟ وايه ده؟ ده نادي ولا محل جزاره؟ ايه ده؟ اللبس اللي انتوا لابسينه ده ولابسينه ليه اصلا؟ ده لا مؤاخذه لابسينه يعني عشان لما الدم يطرطش ايه ما يبهدلش الدنيا وما يبقاش فيه بصمات. بصمات ايه؟ احنا لابسينه عشان ساعات الدنيا بتمطر هنا في ملعب الباسكت. بصمات ايه؟ طب خلصوني، جايبيننا عشان اقتل مين؟ جايبينك عشان تقتل مين؟ جايبينك عشان تقتل اي حد. اي حد يعني ايه؟ تقتل اي حد، احنا كنا قاعدين زهقانين كده فقلنا نقتل يعني اي حد. نقتل شكري. شكري الحكيم. شكري الحكيم يستاهل الاكل. بس احنا كنا عايزين بس نعرف منك الاسعار، يعني مصنعيتك كام؟ انت عارف السنه دي كله منزل اجوره. طبعا انت جيت على الجرح، وعشان كده انا عامل لكم شويه باقات وعروض هتعجبكم قوي. أول باقة دي باقة السفاح، ودي بتبقى عبارة عن قتل رحيم، الميت ما يحسش بحاجة خالص، ودي هتكلفكوا 2500 جنيه. طب والباقة التانية؟ الباقة التانية دي باقة المجرم، لو القتيل بقى مضايقكوا قوي هتبقى تعذيب أفضى إلى موت. بكام يعني؟ دي ب5000 جنيه عشان خاطركم. ياه، أسعار القتل نطت قوي كده؟ ده احنا على كده بقالنا كتير ما قتلناش. نطت ايه؟ امال لو سمعتوا عن الباقه الثالثه، الباقه السياحيه. طب ممكن تكلمنا اكتر عن الباقه السياحيه دي؟ دي بقى بناخد القتيل 3 ايام شرم، على 3 ايام دهب، على 3 ايام طابه، بعد كده نرجع بيه على القاهره نعشيه في البرج في المطعم الدائري لغايه لما يدوخ، بعد كده نحدفه من فوق. بكام الباقه دي؟ دي بقى للناس العاديه ب10000 جنيه، لكن عشان خاطركوا ب8 بس. انا هطلع الباقه دي. هتموت. مش مهم، بس انا عمري ما هزور الاماكن دي كلها ب8000 جنيه بس. لا بقول لكم ايه، انتوا شكلكوا كده هتقرفوني. امشي هلا عجينه اعمل لك كوبايه شاي. اسمي فخر العرب. امشي عجينه بسرعه. الله. معلش بس بعد اذنك يا كباشا عندي سؤال. اسال. هو انت ليه بتقتل الناس؟ ما بتصعبش عليك؟ بص بقى حماده، ما يغركش يعني وسامتي وشياكتي دي، انا لو حكيت لك حكايتي هتبكي بالدموع. انا لما احب افضفض مع حد او اعيط على صدر حد هبقى اكلمك في التليفون او اجيلك. انا تحت امرك يا كابوس. سلام يا حماده. بسرعه قبل ما تركع، بسرعه اجري. ايه ده؟ انت سبته يمشي يا سيد؟ اسمعوني بس بالراحه. الصراحة أنا لما سمعت قصته صعب عليا قوي. الراجل ده لو جرى له حاجة أبوه وأمه وأخته هيموتوا. ما يموتوا. ما يموتوا يا سيد، ما يموتوا، بدل ما ريتاج تجوع وتاكلنا إحنا الاتنين. لا ريتاج، امسكي نفسك شوية. أنا اللي همسك دراعك أقطم منه قطمة. يلا اجري يا ريالة. تعالى خد يا سيد.
ارتاش ايه ده؟ جود مورنينج سيد. جود مورنينج ايه؟ ايه اللي على بقك ده؟ ايه اللي على بقي؟ ايه؟ ده روج وحش؟ وحش؟ ما تستعبطيش، روج ايه اللي ملحوس بقك بالشكل ده؟ انا هقول لك، انا لما حطيت الروج، طبعا انت عارف الروج بيجوع. الروج بيجوع؟ فدخلت اكلت سندوتش مربى، وانت عارف طبعا المربى بتبقع، فبقعت على جلدي فمش قادره تطلع. مربى ايه اللي بتبقع؟ ايه انت بتكدبني يا سيد؟ لا وانا اقدر اكدبك؟ كدبتك هتاكل. انا هقوم. وسمر وبطه اتحولت زومبي. هي بطه لحقت تتحول؟ يبقى اللي على بقك ده ما كانش مربى، انت كلتيها يا ريتاش. والله العظيم ما كلتها، انا دقت حته صغيره بس لقيتها طعمها مش تيستي خلاص سبتها. يعني ايه دقتي حته صغيره؟ هي سمبوسك يا ريتاش. افصلي راسه عن جسمي. لا 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 تفصلي ايه؟ تفصلي ايه؟ انا زيكم بالظبط، انا عملت ان انا داخل اكلك عشان احميك يا حمار. خضتنا يا فخر. هل انت ما تحولتش؟ لا ما تحولتش، ده انا ربك اللي نجاني يا سيد. بعد ما كلهم اتلموا عليا وزنقوني في زاويه شغلت دماغي بسرعه، قمت عامل ماسك زبادي على وشي واتنين صفار بيض ودفست دماغي في طاسه زيت مخلي، طلعت رحت افتكروني زومبي معاهم وسابوني. برافو عليك يا فخر. طب ايه يا جماعه، احنا لازم نسيطر عليه قبل ما يقعدوا حد. الريتاج عندها حق، لازم نقفل كل الابواب لحد ما وليد يسلمنا العلاج. صح، هاتيلي بقى علبه مكياجك الحلوه يا ريتاش كده ونفنش اخونا سيد، نخليه احلى زومبو شافته العين. ماشي، هو بس هيحتاج شويه كونتورنج وهايلايتر. انا الصراحه مش معاكي، انا شايف ان احنا نزود الفلاشر شويه هيدي معانا تيست حلو. فلاشر بلاشر مش مهم الصراحه، انا كل ده مش فارق لي، انا اللي يفرق لي ان الاداء الناس صدقته خلاص، مش مهم بقى الحاجات التانية دي. وريني بقى ادائك هتتكلم ازاي. وريني انت هما بيتكلموا ازاي. هقول لك. طب بص اتكلم زيي بالظبط. ماشي. ايه ده يا ريتاش، ده صوتك العادي وانت صاحي من النوم. الصراحه هو عنده حق، فكك منها وركز معايا انا. بص لا ده كده واحد اهبل. انا مش فارق لي رايكم على فكره، انا كل اللي يهمني الناس الطيبه اللي بره دول اللي اتعاملوا معايا على اني زنبق منهم وخدوني وعشوني وخرجوني وفرجوني على ماتش الاهلي والاسماعيلي وجابوني على هنا معاهم. طب يلا يا جماعه بسرعه نقفل الابواب. تمام عندك حق، خديه بقى جهزيه وشطبيه كده على ما امن انا الدنيا ونخرج انا وهو. يلا تعالى نقفل الباب ده جو تلج. انا يما ايه ده، انت ماشي كده ليه؟ ماشي زي الزومبي. زي الزومبي انت كده ماشي زي ناصر الدسوقي، امشي عدل بدل ما هيفرتكوك كده. ايوه وتعالى نقفل الباب اللي ورا بقى. يلا يا اويا انا اشير ما تحاسب يا بت انت. ليه يا سيد؟ انت هتخرس ما كشفونا. يلا بسرعه يلا اسمح. يا ريتاج يا ريتاج الحقينا يا ريتاج. بس خلاص. بس ايه عايزين تاكلوا سيد؟ ده اشمعنى انا؟ ما كانوا عايزين ياكلوك انت كمان، انت بتفكرهم بيا. عايزين تاكلوني انا كمان؟ عايزين تاكلوا الايد اللي اتمدت لكم بعد ما لميتكم الشوارع وعملت منكم فرق يا صيع؟ ده انا رفضت عضويه رئاسه نادي هليوبلس
عشان اجي هنا وامسك النادي واعمل منكم كوادر تبهر العالم. ياه، نسينا كل ده؟ نسينا سندوتشات البانيه؟ نسينا البطاطس المحمرة اللي أول مرة كانت تخش النادي هنا على إيدي أنا؟ على إيدي؟ ياه، ده احنا وحشين قوي مع بعض. وانت يا بطة؟ انت هتدوخي علي أنا؟ بتعملي زيهم يا بطوط؟ نسيتي فخر؟ نسيتي إن أنا جيت اعترفتلك بحبي لما قلبي ده وقال لي بطة؟ ياه، أنا واقف قدامكم، عايزين تاكلوني اطلعوا كلوني يلا. بالله عليك يا ريتاج ما تعدي حد. حاضر. ده احنا وحشين قوي في بعض يا جدعان. عموما أنا هنسى وسامح وهنفتح صفحة جديدة مع بعض، ومش بس كده، أنا هجدد لكم اشتراكات النادي ببلاش. شكرا شكرا. أهلا الله اللي هنا. إيه يا عم فخر؟ إيه؟ قفلت لي الباب ده، جيت لك من الباب اللي ورا، ومش همشي من هنا إلا لما تدفع الفواتير اللي عليه. امشي دلوقتي حالا هتتاكل. بقول لك مش ماشي من هنا إلا لما تدفع الثمان سنين المتأخرين عليه. يا عم اسمع كلامه وامشي، الفلوس مش كل حاجة. يا عم أنا بالنسبة لي الفلوس كل حاجة. يا جدع روح ربي عيالك. ربي عيالي؟ أنت بتهددني ولا إيه يا عم أنت؟ لا أنا هعدي عليك في المصلحة أبقى أدفعهم لك خلاص. ليه يعني؟ أنت مفكرني يعني أهبل ولا عبيط قرية؟ هو أنا لو سبتك دلوقتي هشوفك أنت. بقول لك امشي، هياكلوك دول زومبي. زومبي مين يا عم؟ أنا ما بيهمنيش الكلام ده. إيه ده؟ انتوا بتعملوا بروفات المسرحيه الجديده؟ لا دي مسرحيه كوميدي كده. طب ادفعوا له الفاتوره. ايه ده؟ لا 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 انا ما بيخلش عليا الحركات دي. هتعملوا لي فيها امنا الغوله والكلام ده. ماركو مات مات ام الحي. يلا بسرعة بقى. انزلي بسرعة. حاسة بزادية. يا الغلال. ليلي. اقفل كويس يا سيد والنبي. قفلت؟ اه. قفلت؟ اه اهو. اهو. بس. اه. مالك يا فخر؟ مفيش. بس يا جماعة أنا كنت عايز أعترف لكم بحاجة. إيه؟ أنا بدلت إزازة الفيروز بإزازة الكولونيا وكنت هبيعها للجوكر. أنت عبيط؟ أنت مش عارف الجوكر ممكن يعمل إيه بالإزازة؟ ما أنا ما كنتش أعرف، بس لما شفت بعيني عرفت وغيرت رأيي. طيب كويس يا أخويا إن ضميرك صحي وقررت تنقذ العالم. أنا ما عنديش ضمير يا سيد، ومخي مش قادر يفهم جملة بتاعت تنقذ العالم دي. أنا مش عارف معنى الكلام ده. أنا كل اللي ضايقني منه إنه إزاي يكسر معايا في السعر. أقسم بالله ما هنولها لك يا جوكر على النصيحة اللي عملتها عليا دي. أنا هروح أكلمه دلوقتي وأقول له مالكش عندي حاجة. أنت مجنون يا فخر. الجوكر ده شرير جدا، لو كلمته في التليفون هيعرف مكانك ويجي يقتلك. يا سيد أنا فخر، يعني عامل حساب كل حاجة. أنا هكلمه من مكان بعيد عشان ما يعرفش يوصل لي خالص. هتكلمه منين يعني؟ بالكشك اللي في ظهر النادي. الو. ايوه يا عم الجوكر، وانت مالك ما بردش ليه وانت شريكي؟ اه يا عم معناش ازايز ليك. ما تبطل زني يالا، مالك فيه ايه؟ واقول لك على حاجه، مش هتعرف توصل لطريقي نهائيا. ابص ورايا؟ ابص ورايا ليه؟ يا باشا
ازازتي فين يا فخر؟ انا مش فخر حضرتك. في حد هنا يا جماعه اسمه فخر؟ حضرتك يا ريس اسمك فخر يا جماعه؟ ازازتي فين يا فخر؟ ازازتي فين؟ انا فخر فعلا يا باشا، بس والله ازازتك مش معايا. لازم تصعبها على نفسك يا فخر، صح؟ هتصعبها انا هزعل، هتقمص، هتخنق، هتضايق، هخطفك، اعذبك، انتف وبرك، اخليك تندم على اليوم اللي انت اتولدت فيه يا فخر. مع ان الموضوع بسيط خالص وممكن تسهلها على نفسك وتقول لي ازازتي فين يا فخر؟ تديني ازازتي وتاخد فلوسك. يا باشا انا مش بحور على حضرتك، انا مش بحور، والله عيب يا باشا، والله عيب علينا. العيب في الجيب يا حيلتها. يعني انا كده ممكن اصدقك بقى يا فخر واقول لك مع الف سلامه في حفظ الله. مع السلامه يا باشا، والله كان وقت لذيذ. دمك خفيف يا فخر وزي العسل، وانا بحب الناس اللي زي العسل.